السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا هناك رقم مخصص للواتساب بإمكانكم لمن لا يستطيع الاتصال أو لا يريد الاتصال أن يرسل رسالة مكتوبة عبر هذا الرقم وسنقرأها إن شاء الله خلال هذه الحلقة. لكن نتمنى من حضراتكم طبعا المشاركة بآرائكم، إبداء التفاعل بشأن ما سنعرض. لدينا مجموعة من المواضيع مشاهدينا الكرام، ونبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. والآن حديث العراقيين وهذه الضجة التي أحدثتها التسريبات التي نشرها الصحفي علي فاضل في مواقع التواصل الاجتماعي لنور المالكي في أثناء حديث مغلق مع مجموعة من الميليشيات. هذه القضية، قضية التسجيلات الصوتية المسربة للمالكي، تستمر خلال لقائه مع قادة للميليشيات. الآن وصلنا إلى التسجيل الخامس، التسريب الصوتي الخامس الذي نشره الصحفي علي فاضل وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قوي. هذا التسجيل يكشف عن أمور خطيرة تتعلق بأمن البلد وعن مخطط للقتل وإشعال الحروب بأوامر ودعم إيراني وبفتاوى من مراجع مثل شخص يدعى الميرزا، سيرد اسمه خلال هذا المقطع. يؤكد التسجيل أن ميليشيا حزب الله العصائب سيد الشهداء وبدر تابعين لإيران. لنشاهد ثم نعود. احنا لازم نصير دماء حج، وهاي الدماء بها شرعيه، يعني احنا مراجعنا وعلى راسهم سماحه آية الله الميرزا يشير بالدماء الجديده، وفتوى موجوده بهذا الشيء. لازم يصير دماء، لان اكو ناس ما تقعد اذا مو دماء جديده، واحنا مستعدين نضحي للعقيده والوطن والعرف زين والمذهب، لان يستاهل، يستاهل المذهب واحد يضحي له بدمائنا. وانا اول المستشهدين بهذا الشيء، وكاتب يعني بورقه كبيره. فيجب ان تكون دماء جديده، لكن بخطة عمل صحيحة، وبقيادة مراجع، وبقيادة ناس حكيمة مثل جنابك الموقر زين، والأخوة الموجودين. فإحنا نريد كلامك. نفس كلام الميرزي. قيس شلون قيس؟ قيس زين، هو اللي ضربك قصدي وياك، يعني زين بس انتم الاخرين يعني اخوان مالي فتح تدور مقابل. لا اخواتنا بس هذول ما لهم شغل، هذول مو يم عالم هذا اصلا. من وصلهم فلوس دول فلوس؟ هجد ازعلينا فالح الفياض، ما رحنا قاعدين. لا هذول ما لهم شغل، اي ما نقعدين، هذول حاليين بالمزارع وبالا. ابالا جيد، ابالا الولائي زين ابالا. واحنا لكن ابالا اذا يبقي هم ذول روح الحشد ابالا ولا لا؟ لا شو ما شلون حجين العفو؟ امرهم من يمن. امر جماعه فتح، هم ذول الفصائل، كتائب وعصائب وبدو وسيد الشهداء كلهم يعني ايرانيين. حجين مشاهدينا الكرام، ينصح المالكي في المقطع الذي ستشاهدونه الان، ينصح الحاضرين من قيادات ميليشيات بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني وليس مع الاطلاعات، ويقول إن سماحة السيد جعل الأمر كله بيد قاآني بحسب قول المالكي. لنستمع. الإيراني الآن خط الحرس. نعم صحيح. هو خامنئي. والاطلاعات مو؟ الاطلاعات هو الحكومة. مشكلة بين الحكومة والحرس. صح. في زمن رئيس الجمهورية اللي راح روحاني، اجى سيد رئيسي تقريبا تقاربت الخطين، اكو خط السيد الخامنئي والحرس، واكو خط رئيس الجمهورية والاطلاعات. نعم. الاطلاعات والحرس الشيء. تمام. الحرس ما يعطون مجال للاطلاعات يدخلون بأي حد. الحرس هم اللي يتولون هاي الأمور، غيرهم ما حد يقدر يتدخل. أنا رحت لإيران، حكيت ويا ولايتي، حكيت ويا رئيس مجلس النواب الشورى، حكيت ويا وزير الاطلاعات، كلهم على كلمة واحدة يمشون ويا الحكي بلا فيه، يقول والله بس ما نقدر، لأن سماحة السيد مكلف الأمر بقرارات قدس من الحج قاسم والسفارة.
الأمر بيده. الحديث يصير مع الحرس. بالضبط. إذا رحت وإذا رحنا نحو الاطلاعات. لا لا لا. طبعاً. الحرس. أنتم خذوا جهودكم ويا الحرس. هذا كلام. أمير ولذلك الشاهد أمير مو ويا الحرس. لا. بل الآن يجي يمني وأتكلم وياه واللغة العربية ما جيدة. وكان موجود قاعد يم نحس الرضائي وخابرني نحس الرضائي وراح يم فلان وخابرني كذا فاسألك عنه قال لا هذا كذا لأنه هو من الحرس فخلوا جهودكم ويا الحرس. طبعا مشاهدينا الكرام بس هذا المقطع اللي شاهدتموه بس هذا المقطع يكفي لمحاكمة المالكي بتهمة التخابر والتآمر والعمالة. بس هذا المقطع يكفي لمحاكمة نوري المالكي بتهمة التخابر مع دول أخرى، وهذه جريمة خيانة عظمى ويحاسب عليها القانون ويجب أن تطبق عليه. لكن لماذا لا يزال القضاء والحكومة لغاية الآن صامتون عن المالكي وعن هذا التسريب رغم كل التأكيدات التي خرجت من جهات دولية تؤكد حقيقة هذا التسجيل الصوتي والذي يعود إلى نور المالكي؟ هذا الموضوع مشاهدينا الكرام والتهديدات التي أطلقها لمقتدى الصدر واللغة التي استخدمها نور المالكي من سب وقذف وتهديدات بالدخول حتى إلى محافظة النجف لقتال مقتدى الصدر أثار هذا الموضوع حفيظة أنصار وأتباع مقتدى الصدر وخرجوا للتظاهر. هذه التسريبات بدأت تأخذ منحا آخر لا سيما مع عدم قدرة المالكي ولا حزب الدعوة على نفيها واكتفوا ببيانات خجولة. هم يقولون أنها مفبركة وما إلى ذلك، لكن كما قلنا واقع الحال بل حتى مقتدى الصدر أكد بحديثه أنها تسريبات حقيقية تسجيلات حقيقية رغم أنهم كلهم في خندق واحد، لكن مع هذا قال بأنها تسجيلات حقيقية من خلال ما خرج به مقتدى الصدر قبل أيام. عدد من أتباع مقتدى الصدر خرجوا بتظاهرات في محافظات عراقية مختلفة أمام مقرات حزب الدعوة. هناك أيضا عدد من المواطنين توجهوا لرفع شكوى قضائية ضد المالكي إثر التسريبات الصوتية. دعونا نشاهد هذه اللقطات لأنصار مقتدى الصدر أتباعه وهم يتظاهرون أمام مقرات حزب الدعوة في محافظات عراقية مختلفة. تفاعل العراقيون مشاهدينا الكرام في موقع تويتر مع وسم المالكي أربعة إرهاب، وذلك طبعا لإيصال رسالة أن المالكي وكل ما ذكره من تخطيط لارتكاب جرائم في العراق خلال التسجيلات الصوتية المسربة، اللغة الطائفية التي استخدمها، اللغة المثيرة للفتن التي استخدمها كذلك، هي هدفها إشعال العراق، والهدف هو أو الضحية من هذا الصراع سيكون الشعب العراقي بكل تأكيد، لأن هذه الأطراف مهما حدث هي ناجية من ما سيحصل بينها. في النهاية الضحية هو الشعب العراقي الذي يكون بين سلاح الطرفين، وبالتالي خرج العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الوسم للإشارة أيضا بأن قانون أربعة إرهاب يجب أن يطبق على المالكي ومن شاكله. هناك بعض التغريدات من لدينا دكتور علي الجابري يقول: هل تذكرون اعترافات فرقة الموت بالبصرة عندما قالوا إنهم يقتلون بفتوى من المرشد ولم يدون القاضي إفادتهم؟ شلونكم هسه إبداعة الميرز عليكم؟ تغريدة من شاه القرداغي يقول: مطالبات بمحاكمة المالكي وفق المادة أربعة إرهاب بعد ثبوت محاولاته تجنيد مجموعات إرهابية، فهل يتحرك القضاء بصورة سريعة للتعامل مع هذا الملف أم سيتعامل مع القضية كما تعامل مع ملف سقوط الموصل وسبايكر وغيره من الملفات العالقة حتى اليوم؟ باسم الخزرجي يقول: إن كان مقتدى الصدر تعرض لتهديد فرفع دعوى قضائية قد تطيح برأس المالكي، لكن من سيأخذ بحقوق الشهداء والمغيبين والمختطفين والأبرياء الذين تمت تصفيتهم بكواتم ميليشيات المالكي؟ من سيأخذ بحقوق أربع محافظات عراقية دمرها المالكي وهجر أهلها
ودفنهم وهم أحياء. تغريدة من مزر أو مضر يقول: من خلال التسريب الخامس وصلنا لخيوط الطرف الثالث وهو الميرزا الذي يحث على قتل الشباب والمتظاهرين والإعلاميين والصحفيين اللي تم تصفيتهم. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم لإبداء رأيكم بشأن التسريبات التابعة لنور المالكي وما ذكره في هذا التسريب الخامس الذي صدر يوم أمس. ويانا سيد عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التسريب دليل كافي على أن المالكي إنسان فاشستي سادي دموي إرهابي قاطع طريق. هذا مثل هيجي يعني إنسان يحرض على سفك الدماء وقتل الأبرياء، هذا المفروض القانون يتحرك، القضاء يتحرك، لكنه للأسف الشديد ما عندنا قضاء، القضاء هو مسيس. مثل هيك إنسان يدعو لقتل العراقيين ويأخذ الفتاوى من رجل دين، احنا نعرف رجال الدين مو اليوم يعني جديدة على رجال الدين، رجال الدين من قبل هم يفتون لأغراض تخدمهم على مود المناصب المكاسب. شنو هذا ميرزا؟ منو اللي يعني دخل الشأن العراقي؟ واليوم هذا الكلام عن المالكي يعني يدعو أنصاره للحرس الثوري وما أعرف شنو. أنا شنو بالحرس الثوري؟ أنت مو جاي تحكم بلد يسمون العراق؟ يا أخي هاي هالعمارة وهالخيانة هذه يعني هذه ما تصير، هذه وين يعني وين هذه يعني وين القرار من هذا الشرف؟ هذا إنسان أثبت خيانته وعمالته، ما يجوز يعني ما المفروض ما يصح له أن يحكي باسم البلد. هذا إنسان خائن. لكنه ليش لغاية الآن يا سيد عبد الرزاق لا يزال القضاء نائم؟ لا تزال الحكومة مغمضة أعينها عن هذا التسريب وهذه التسريبات أصلاً اللي صدرت لنور المالكي؟ اللغة المستخدمة، اللغة الطائفية المستخدمة، حديثة عن عدم اعترافه ولا ثقة بالجيش والشرطة وأنه يعتمد على الميليشيات وستكون المرحلة القادمة مرحلة قتال. كل هذه الأمور اللي ذكرت كلها، كل واحدة منها قضية بحد ذاتها، كل واحدة منها قضية يحاكم عليها القانون ويحاسب عليها القانون. ليش القانون لغاية الآن صامت ونائم؟ يعني هو وين القانون؟ وين القضاء؟ قلت لك أنا القضاء مسيس. هو شو اسمه زيدان، ما أعرف شو اسمه، هذا هو هذا مسيس. هذا يعني إنسان مو 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 عراقي، مو وطني. والا ترجع للمال شو اسمه هذا الكاظمي هذا ليش ولا ينش ولا يحل ولا يربط. انسان مجرد شو مثل ما تقول مخلينا صنم لا اكثر ولا اقل. يا اخي احنا ما عندنا دوله. يعني انا اللي ارجو من مقتدى الصدور اذا كان هو يعني يقول ابن سيد وابن مرجع وما اعرف شنو من هذه أن يدعو أنصاره للهدوء. إحنا ما محتاجين إراقة الدماء. العراق كافي لأنه وصل إلى حالة بعد يعني إحنا لفت صبرنا وما بعد ما نحتاج يعني إراقة الدماء أكثر من هذا. فكافي رجال اللي ما يعجبه يعيش بالعراق. أنت يا مقتدى شوف وصلك منين إجيت، وأنت يا المالكي كفينا شرك، لأنه بعد إحنا ما نتحمل إراقة الدماء أكثر من هذا. يعني عجب عن الصراحة، عجب على الشعب العراقي ليش ساكت لحد الآن. هاي المفروض هسه ثورة وطنية، يعني قلع للمقتدى، قلع للمالكي، للناس اللي تهدد السلم الأمن المجتمعي. هذه جريمة، هذه مو يعني أنت اللي اليوم الشعب العراقي إذا ساكت باكر أنت تقتل ببيتك. يا أخي كافي سكوت، كافي يا إخوان، مو هذه مو مسألة ينسكت عليها. هذه دماء، هذه أرواح أبرياء يعني تسرق أرواحها بسبب كم إزبالة يحكون البلد. كافي. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من بابل. ويانا سيدة أم أحمد من النجف، تفضل يا أم أحمد. السيدة أم أحمد من النجف موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أم أحمد. بسلم الله يخليك. تفضلي. يعني ما أعرف، هو حدث طبيعي ترى، سواء صار تسريب أو ما صار تسريب، بس يعني يمكن احنا على بساطتنا خلينا نحكي الحكايه. الايام الجايه والله راح تثبت الكلام والفكره اللي انا شخصيا ببالي ومقتنعه بها. مجرد شغله صارت حتى
تلفت الأنظار وتلفت الانتباه للمالكي ويعوفون مقتدى الصدر وأمثال مقتدى الصدر. يعني هسه من أريد أحكم، يعني ما أعرف أكو من يعترض علي من أقول إحنا الشعب العراقي الأغلبية اللي أسست هاي المجموعة التعبان، هم أحد يطلع واحد يعاتبني. الانتخابات ما صارت بالعراق، أسست على باطل. من الشعب العراقي من صار أول يوم الانتخابات وصار جهة تدوير وانتقال للمالكي من عياد علاوي للمالكي، والمالكي كان مسدود من الصدر. منو من العراقيين طلعت؟ منو من الفئة من العراقيين طلعت وحكت واعترضت وقالت هاي مو أصواتنا إحنا؟ إلى السنة الأخيرة يا أستاذ محمد، فهل أجي أنا لهاي السنة الأخيرة لمجرد الناس التزمت بالصمت وظلوا البلد عالية على السافلة الصعب؟ هذا يغير هاي نقطة. نقطة ثانية من حلول القانون وخلي حاسب المالكي. طيب زين، أضيف على تغريدة الأخبار شم، مو بس المغيبين، من اللي راح يحاسب مقتدى والعامري والخزعلي وغيره وابو فدك وغير ابو فدك على الدم اللي سفكوه بالبلد؟ زين مثلا يطلع مقتدى، انا من اقول مقتدى بس مو معناها الباقين هم في اعداد في العلميين، لا 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 لا، لكنه لانه هسه الكلام صاير بين المالك وبين مقتدى الصدر. من يطلع مقتدى يهدد ومن تطلع القبعات الزرق ومن يطلعون يتلجحون ومن اول ما صار السقوط اول من اباح قتل الشرطه مقتدى الصدر. هو طبعا خرج بتغريده قبل يومين يقول بانه انا اتهم او يتهمني المالكي بانه انا متعطش للدماء، انا الذي حقنت الدماء. يعني هو يعني ايضا يستخدم نفس الاسلوب، اسلوب النفي واسلوب الرفض لحديث الاخر، لكن واقع الحال العراقيين يعرفوه. مثل ما تفضلتي حضرتك انه يعني الاحداث اللي صارت لا تسقط بالتقادم، الجرائم اللي ارتكبت لا تسقط بالتقادم اللي ارتكبها المالكي واللي ارتكبها مقتدى الصدر وباقي هاي المجموعه. لكن انا قصدي من هذا من عرضنا لهذا المقطع انه برايك هل ممكن فعلا يحدث صدام مسلح ما بين الميليشيات في العراق؟ هو يحصل صدق استاذ محمد، لان هاي نتيجه الهيه مو نتيجه بشر ولا فكر يعني راقي من ام احمد. انا اقرا قران وما اقرا باستعجال، اقرا ايه ايه باليوم بالفيديو ايه ايه وادور وراها. ثقوا بالله الكريم، هذا القانون الالهي، الدم دم. ودائما انا عن طريق برنامجكم الله يبارك فيكم انتوا جاي تطرحون جروحنا بحياديه وبشرف. الله يسلمك. الا الدم استاذ محمد، الا الدم. يعني انا بالنسبه لي كنت يعني اجينا مهجرين لمحافظه النجف. من صارت الأحداث بحضرة الإمام علي، هاي من اللي ارتكبها؟ المنظر اللي شفته قدامي بالعيادة كانت المنظر اللي شفته قدامي لا يطاق. مقتدى وحتى أتباعه ترى هسه اللي طالعين لا خوفا من فتنة ولا محزن، هو خوفا على صنمهم على إلههم، أكثر من هذا ماكو. طيب. أنت احكي على الله، احكي على عمار، احكي على حتى بالمناسبة حتى من السنة المتملقين هم صار مقتدائيين، أحد القنوات جاي يطلع بها فلان ويكتب إعداد وإشراف التقرير الشعب العراقي وتطبيل المقتدى الطارين، عقب ما كان المقتدى يحكي عليه ويقول هذا مروج للدواعش وذاك يحكي عنه. فإحنا مصيبتنا قلت لك احكي على الله، احكي على عمر، احكي على علي، احكي على محمد. طيب. لكن نجي طار الصنم. شكرا سيدة أم أحمد من النجف، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. ويانا محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هم نقول لكم هم إرهاب نور المالكي، أول واحد إرهابي بالعالم، أول إرهابي بالعالم، وأنا مسؤول عن كلامي نور المالكي، حي التبن. نعم. مية فرع حزب دعوة. نعم. طيارة. جاب الميليشيات ذبحهم، الدواعش بعدهم بالموصل، وقال دول الدواعش سوق يلعب لعبهم. بيكه. حابين يلفوا ما حد يلفوا. والعبة الصقراوية كمثل. والعبة بالموصل كمثل. أكبر إرهابي بالعالم نور المالكي، والله ما دوم له. شو لعب بالعراق؟ شخص واحد قاعد يلعب بالعراق هاللعبة، بس نتأسس
على هذا يا رباب واحد يدعيه مصطفى الكاظمي خلص مع كلامي. طيب طيب ورا العمار ورا البوق علموه اللي رافق الزوج والله نور المالكي نص العراق هناكم طلع هو مشترك يصير رئيس دولة بالعراق وخامن وقاسم سوريا وحزب الله يحكم بلبنان بس هذه بعيدة عنه بعيدة عنه رئيس المحكمة يتهدى الدولة شخص صدام حسين ما تهدى الدولة البارحة البارحة بليبيا قبل حاكموه هذه الحكومة معدية مضعفة. طيب شكرا سيد محمود من الموصل وصلت الفكرة أشكر حضرتك. نكمل مشاهدينا الكرام الحلقة مع حضراتكم بفقرات أخرى لدينا ضمن المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مشكلة أخرى إلى معاناة أخرى وهي مشكلة الخدمات التي يعاني منها معظم العراقيين. أهالي منطقة الدهلكية في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى يعانون من تردي الكهرباء وضعف التيار عند مجيئه مما يتسبب بالعديد من الحرائق في دور المواطنين آخرها كان حريق في دار مختار المنطقة طبعا إضافة إلى معاناة المنطقة من عدم وصول مياه الإسالة إلى مناطقهم منذ أكثر من عام. المقطع التالي لأحد سكان المنطقة يتحدث عن المعاناة ويهددون أهالي المنطقة بالنزوح والهجرة الجماعية إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. لنشاهد. وقفوهم انهم مسؤولون. احنا نناشد الشرفاء في محافظه ديالى وخصوصا في قضاء بلدروز بان يجدوا حلول جذريه لما تعاني هذه المنطقه جنوب بلدروز قريه الدهلكيه قرى الدهلكيه جميعا وخصوصا قريه نهر حسن بسبب ضعف التيار الكهربائي. حدث الان حريق في احد المنازل وهو منزل المختار مما ادى الى حرق جميع ممتلكاته ومبالغ ماليه وأجهزة كهربائية والسبب كله يعود في ضعف التيار الكهربائي لأن الأعمدة كلها هائلة للسقوط وعدم وجود مياه لتصفيتها. نعاني منذ أكثر من سنة لم نجد أي قطرة ماء لا للشرب ولا للغسل فإن لم تجد لنا حلول في هذه الأوقات سوف نهاجر ولا نستمع لأي كلام. هذه المنطقة كلها تشهد احنا هذا انظار الاخير الشيل اذا ما تجيب الشيل عمي الشيل الى كل شرفاء اذا ما تجودون حلول ما راح نبقى هنا الشيل الهند بشرية جاءت احنا قلنا نمشي يعني شاف غريح وقت الانتخابات الاف مؤلفة الاف السياسة هاي العالم هاي بشرية ضمي واحنا ارضة الله يوفق. لنتابع تعليقات مشاهدينا الكرام وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من أم تيم تقول بكل مكان بديالة الكهرباء ضعيفة وكل شوية تطفي وتجي أصل ديالة بعد ما أصلا ديالة بعد ما تصلح للعيش. عندنا تعليق من أبو هيثم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم كل مناطق ديالة تعبانة ما بها كهرباء. تعليق من المهندس وسام وصفي يقول هاي كل بلد روز التيار بيها متذبذب وتعبان ودمر الأجهزة والسبب حسب قولهم هو المصدر. طيب عندنا عمار يقول تذبذب الكهرباء طريقة خبيثة لحرق واستهلاك الأجهزة المنزلية للمواطنين وتوجه الناس لشراء أجهزة أخرى من السوق اللي يسيطر عليه متنفذون. طيب يعني هذه وجهة نظر بالموضوع. طبعا عندنا رسالة مشاهدينا الكرام أنه أحد الأشخاص أرسل لنا يقول قبل قليل من أمريكا إعلامي يصرح عن شخص قريب من المالكي قال له أنا سأسمح لداعش الدخول إلى الموصل لمدة 3 أيام ومن فمك أدينك. عندنا اتصالات من السيد علي من الأنبار ويانا. تفضل يا علي حياك الله. علي من الأنبار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون عزيزي؟ أهلا وسهلا سيد علي، تفضل. أنا بالنسبة لموضوع الكهرباء. كهرباء. إي،
شبيه؟ الو وياك يا علي، شبيه موضوع الكهرباء؟ الو علي اسمعك، تسمعني يا علي؟ نعم نعم. شبيه الكهرباء؟ بالنسبة لموضوع الكهرباء يعني هسه احنا بالانبار كهرباء خلينا نقول يعني عندنا تقريبا 60 الى 70% الكهرباء زين. طيب. نعم بس بالنسبة للضعف ضعف التيار الفولتية مالته. طيب. يعني تقريبا ينزل الى 170 فولت، يعني لو ما تجي الكهرباء احسن. اذا شنو فائدة الكهرباء اذا الفولتية ضعيفة؟ شنو فائدة الكهرباء؟ نعم مثل ما تفضلت، يعني هسه لما تجي الكهرباء اجهزة ما تشتغل تصعد 170 فولت تصعد الى فوق ال 240 وهكذا ما مستهمين من عندها كل شيء. ليش برايك هيك دا يصير؟ رغم انه احنا بحسب وزارة الكهرباء صارفين الحكومة أكثر من 100 مليار دولار على الكهرباء، ليش هيك الكهرباء؟ أخي بالنسبة للكهرباء قبل لو سمحت نص صوت التلفزيون على الأخير. نعم. بالنسبة للكهرباء هي كان يقول مدبرة حتى يسكتون الناس، يعني أنت لما تجي نعم نعم يقلل الهرتزية حتى شنو هو تريد ولا الأجهزة البقية حتى ما تشتغل عندك. شلون يسكتون الناس يا سيد علي وهم الناس يتذمرون يغضبون يطلعون تظاهرات يصرخون بسبب غياب الخدمات؟ شلون هاي الحركات أو الإجراءات اللي دا تتبعها الحكومة برأيك حتى تسكت الناس؟ يعني شلون تسكتهم؟ فقدنا الاتصال ويا سيد علي. عموما مشاهدينا الكرام الكهرباء بحسب الحكومة تم انفاق اكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، هناك مبلغ ليس بقليل انفق في زمن نور المالكي. طبعا نذكر ان شركة سيمنز الألمانية تعاقدت مصر جمهورية مصر العربية مع هذه الشركة الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، كلفة الواحدة هي 2 مليار دولار، مليارين دولار فقط كلفة المحطة الواحدة. تكفي هذه المحطة لتوليد كهرباء ل 15 مليون منزل، يعني احنا 3 محطات بكلفة 6 مليار دولار كانت تغني العراق وتكفيه من الكهرباء، بالإضافة طبعا إلى صفقات الفساد ومنها الصفقة اللي أبرمها المالكي في عهده اللي لتوليد أو إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز، تعتمد على الغاز، وبالتالي هنا اعتمد العراق على إيران مصدر للغاز باعتبار أن العراق يقوم بحرق الغاز الذي لديه، وقصة طويلة من الفساد أوصلت اليوم العراقيين بعد 19 سنة من حكم هؤلاء وبعد إنفاق أكثر من 100 مليار دولار لأنهم يعيشون في بلد بلا كهرباء. أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. أيوة السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وحيي البرنامج وحيي المشاهدين. الله يسلمك، كل الهلا. الله يخليك. أستاذ بالنسبة للسحب هذا من أمريكا، طبعاً أنا قبل يمكن ساعة أقل من ساعة سمعت التصريح هذا للأستاذ نزار حيدر معارض سياسي ومستقل. طيب. نعم. قال من الصف قال له هو المالكي داعش 3 أيام مطلوب للموصل وبعدين النطاق وبعدين حيدر وبعدين شنو؟ نعم اي قال له 3 أيام اخلي داعش يطلبون الموصل. تمام. المالكي قال للقيادي هذا وياه ذاك الوقت لما صار رئيس وزراء انا سمعتها باذني طبعا كنت قاعد على قناه زار. طيب تعقد هاي واحدة. الثانية استاذ بالنسبة جماعة الصدر والمالكي والخزعلي وما ادري شنو استاذ هذول طابخيها طبخة واحدة هم يردون يستنسخون حزب الله بالعراق. بس قبل أن نجي قبل أن نجي لهاي النقطة خلينا بنقطة داعش. يعني صار حتى الأطفال بالعراق حتى الأطفال يعرفون أنه نور المالكي بسببه وبزمنه دخل داعش إلى العراق
وسقطت هذه المحافظات بداعش وانهزم الجيش من مدينة الموصل بالدشاديش، هذا اللي انصرف عليه مليارات، أكثر من 150 مليار دولار انفقت على قطاع الجيش بالتسليح والصفقات، وحدثت بسبب المالكي مجزرة سبايكر هو اللي يتحمل مسؤوليتها، ولغاية الآن المالكي بالحكم، لغاية الآن يريد يترشح لمنصب رئاسة الوزراء. إلى متى يبقى المالكي وغير المالكي اللي ارتكبوا انتهاكات بالعراق بالحكم وما كل يحاسبهم؟ أستاذ هم يقول نفس الشيء هذا. نعم. بس أنا عندي طبعاً أنا وياك. تسمعني؟ أسمعك يا أبو عبد الله. هم هم نفس الشيء يردون يقعدون على السلطة مال العراق ونفط العراق وثروات العراق والشعب العراقي كله جو يديهم كلهم يقول عباية طالعين غزوة. نعم. فارس ما يجيبون غزوة محسوبة لهم حلال، فهم يحولوها لإيران. أنا عندي نصيحة للكرد المسلمة للحبوس المستهدف نصير البارزاني، عندي نصيحة لهم، الدخلة للبرلمان لا تقول ما تصيح رئيس الجمهورية لا يردوها، هم ما راح يكملون 220 الثالث راح يحصلون هناك، خلي يحصلون ترى إذا والله أي واحد حشاكم عشان اللي يسمعني من الكلاب هذول الصعدة وسدة الحكم ترى العراق 4 سنين له نفس الحالة أبد. طيب. ما لا نغير. طيب. لا كهرباء لا صحة لا تعليم لا سيارات كل شيء ماكو كل شيء ماكو. شكرا سيد أبو عبد الله من الأربيل، من أربيل شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكرة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لكن في محافظة ديالى نبقى. هناك صور مؤلمة لجفاف نهر ديالى، وتحدث مواطن عراقي من أهالي المحافظة بألم عن ما آل إليه وضع النهر وعن ما سيؤول إليه بعد بسبب هذا الجفاف، وما سيؤول إليه أيضا وضع البساتين التي تعتمد على هذا النهر في إروائها. هذا النهر يتغذى على نحو 30 رافدا ونهرا صغيرا أغلبها مصدرها من الأراضي الإيرانية التي أقدمت إيران على قطع مجاري الأنهر وتحويلها بشكل تام إلى داخل أراضيها. بحسب وزير الموارد المائية مشاهدينا الكرام 18% هي حصة العراق المائية من إيران، قطعت الـ 18% تماما عن العراق، حولت إيران مجاري الأنهر داخل أراضيها وأطلقت اللسان الملحي في العراق اللي طبعا يسبب الجفاف والتصحر وموت الثروة الحيوانية والسمكية الموجودة في المناطق التي تمر من خلالها هذه المياه. نتابع هذه اللقطات لنهر ديالى ثم نعود. طبعا نهر ديالى بأنفاسه الأخيرة، هذا النهر العظيم اللي كان يتغزل به الشعراء ويصحوا له، النهر العظيم هسه بأنفاسه الأخيرة. يعني أدري هو النبي صلى الله عليه وآله يوصي المسلمين بالمعارك لا تقطعوا شجرة لا تأذون شجرة، يعني هالقد ما كان ويا الزرع ويحب الزرع ويدعم الزراعة. هسه أنتوا بسببكم راح تموت كل هاي البساتين، آلاف الدوانم راح تموت، هاي الأشجار والبساتين الحلوة كلها راح تموت. يعني عتبي على نواب ديالى، أنتوا ما يقارب 17 ما 18 نائب، أنت مو واجبك تجيب لي محولة تنصب لي، مو واجبك تشتغل بدال بلدي أسوي لي شارع. عم الناس انتخبتك، أنت روح على إيران أغلب الدنيا على إيران، اخذ محافظ ديالى واروح على رئيس الوزراء، من رئيس الوزراء اروح اطلع لايران اقابل سيد خامنئي اقابل رئيس ايران، خلنا نتقاسم الضرر وياهم. يعني هم قطعالي 20 ورافد من ضمنهم سيروان والوند وذوي الاختصاص يعرفون، وسوى عليهم سدود وحولوا المجاري على اراضيهم. اما اروح اذا ما استجابوا اقطع العلاقات التجاريه وياهم، اقطع العلاقات الدبلوماسيه وياهم، بعد هو يموتني وانا ساكت له. أسئلة منطقية وشرعية لمواطن عراقي يسأل هذه السلطة أنه ليش ما تروحون على إيران، ليش ما تتكلمون مع الجانب الإيراني، تعقدون لقاءات اجتماعات مباحثات حتى تأخذون حق العراق. هذه الأسئلة أجاب عنها وزير الموارد المائية في عام 2021، قال بأن إيران عندما يتم الحديث معها عن
عقد اجتماعات أو لقاءات لمناقشة ملف المياه تتعذر، تتعذر عن الحضور، تتعذر بأي شيء، بأزمات داخلية، بوضع سياسي، بغيره، من أجل عدم الجلوس مع العراق على طاولة واحدة لمناقشة ملف المياه. ماذا قال وزير الموارد المائية؟ أيضا إجابة على سؤال المواطن العراقي أنه اقطعوا علاقاتكم مع إيران التجارية، روحوا اشتكوا. قال وزير الموارد المائية في عام 2021 أن العراق سيلجأ لتدويل القضية مع إيران، قضية المياه مع إيران سيلجأ العراق إلى تدويلها فيما لو استمرت إيران بقطع المياه عن العراق. ونحن الآن في عام 2022 ولا تزال إيران تقطع المياه، ولا يزال العراق صامتا عن تدويل القضية ولم يتحرك بهذا الاتجاه. خلينا نشوف بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو إنصاف يقول: حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول بالحكومة الفاسدة. عندنا تعليق من ماهر الدليمي يقول: لو كانوا يعلمون أن في العراق رجال دولة لما تجرؤوا على فعلتهم الدنيئة. الحاج ياسر يقول: أصلا ما يحتاج تروح لإيران، وروح أغلق الحدود وامنع الاستيراد، والله خلال ساعات قليلة راح يفتحون الماء. أحمد يقول: الحل المناسب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والتعامل بالمثل، بس يا سياسي يسويها، ياهو منهم المالكي العميل الإيراني لو هذا العامر الإيراني كما يصفه المالكي، لو منه اللي حيتعامل معهم بالمثل. طيب أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك، كل الهلا. وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله أستاذ المشاهدين الكرام. الله يسلمك يا أبو عمر. الله يخليك أستاذ محمد. بالنسبة الجفاف اللي بيصير عندنا بالعراق وكل الأزمات اللي صار عندنا من 2003 لحد الآن، بخصوص موضوع المياه اللي هي قطعتها إيران عن البغداد، وهاي المياه نعرف الشكل مورد نعم يحوها يكونون قريبين عن هاي الأنهار لفائدتهم للمواشي أجلكم الله، والأغنام اللي هم عايشين بها من خيراتها وثرواتها. فللأسف أنه إحنا نعرف هاي الأمور من إذا كان عندنا حكومة أو كل الحكومات في بلدان العالم يعني تحارب أي دولة تقطع عن شعبها الماء وتحاول يعني أنه تجد إلى موضوع من أجل أن يعيش المواطن في أمان ومن أجل المواطن يعيش في سلامة. لأن هاي الأمور الوضع اللي الناس اللي قاعدين عايشين آلاف العوائل أو بل تصل إلى ملايين عوائل اللي هم عايشين على هاي المياه وعلى اللي جاي تجي من إيران، سواء أي دولة كانت يعني على شأن الحكومة أن تحاسب الدولة اللي يأتي منها الماء وتقطع من عدة، لأنه هاي شريان الحياة سيد أبو عمر. العراق لغاية الآن لم يدول قضية المياه مع إيران. لغاية الآن العراق ساكت، الحكومة والأحزاب ساكتة، أصلا لا تتطرق لملف المياه مع إيران. وزير الموارد المائية اللي ذكره حديث إنشائي أنه حنسوي وعود كالوعود التي أطلقها سابقوه، راح نسوي وراح نته وراح نشتكي وراح نتكلم مع دول العالم والمجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن ملف المياه مع إيران. وشنو اللي صار؟ لغاية الآن المياه مقطوعة، نهر ديالة ديموت، المناطق التي تعتمد على المياه القادمة من إيران تحولت إلى صحراء جرداء. والحل شنو؟ النتيجة شنو؟ أبو عمر، أبو عمر موجود؟ فقدنا ولا ما فقدنا الاتصال؟ تفضل يا أبو عمر اسمعني. كل هاي الامور تتحاسب بها الدوله المقابلها. اذا كان عندنا حكومه ولاها شعبها ولاها بس للاسف انه نلاحظ حكومه سلطه الاحزاب ما تقدر تتكلم على الحكومه الايرانيه وتتخذ منها اجراء، لانه قطع الماء عن العراق والمحافظات هذا سبب لنا يعني اشكالات كثيره بالنزوح المواطنين، ويعني المواشي عندنا قامت تقتل وتموت سبب هذه كل هاي الامور.
لانه الحكومه عندنا ثابته وراضي على هذا الحال. نعم. شعبه تدميره واذيته، وده نشوف يعني الشعب العراقي من 2003 لحد الان اي مطلب يريده، اي تظاهره تطلع يحاولون ان يقتلوه، يحاولون ان يسكتوه، فما نشوف من عنده خير هاي الحكومه، لانه هاي الامور اللي قاعده تصير المفروض هي الحكومه تدعم الفلاح، تدعم الزراعه، تدعم المياه، هاي الامور ما يراد لها الثوره يعني مبالغ يعني كثيره، الناس هم عايشين، هم طيب. عايشين. شكرا شكرا سيد ابو عمر، نعم اشكر حضرتك، وصلت الفكره. لو كانت هناك حكومه وطنيه شريفه لما صمتت عن ملف من أخطر الملفات في العالم وهو ملف المياه. دول تقاتل للحصول على حقها المائي، دول تقاتل وتهدد بتحريك جيوشها فيما لو تم الاعتداء على حقها من المياه، لكن في العراق 19 عاما من الخيانة والعمالة أوصلتنا اليوم أن تقطع دول عنا المياه دون احترام لهذا البلد، دون احترام لهذا الشعب، ودون أصلا اكتراث بمن يحكمون، لأنهم مجموعة من الأدوات. هكذا ترى هذه الدول العراق. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ما لدينا أيضا من مقاطع. الاستحواذ على أملاك الدولة، وتصحيح طبعا للجملة، الأملاك العامة والمنشآت العامة في العراق من قبل متنفذين يستمر، ووصل الآن إلى محطة قطار المعقل في محافظة البصرة. مواطنون بصريون استنكروا جعل المبنى وتحويله إلى مبنى تجاري، بدلا من أن يهتم أو تهتم الحكومة بهذه البناية ويتم إعادة ترميمها لما تمثله من رمزية تاريخية. دعونا نشاهد هذا المقطع. طبعا محطة قطار المعقل هاي تاريخ البصرة، هوية البصرة. شوف شنو صارت هاي هوية البصرة وتاريخ البصرة. هوية البصرة وتاريخ البصرة صارت بنايات تجارية. تفضل. صارت بنايات تجارية. هاي شلون استأجروها؟ وفق أي قانون؟ استثمار، مساطحة، بيع، شراء. مو بس هاي، أغلب دوائر البصرة بهاي الطريقة جاي تم تحول فجأة إلى بنايات تجارية. منو مسؤول عن هذا الملف؟ منو المعني؟ ما أدري. ويا من تحكي ما تدري. وين هيئة النزاهة؟ ما تدري. طيب دعونا نتابع الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع في فيسبوك. أبو يوسف يقول: وفق قانون الخسة والعمالة للمسؤول والمصالح الشخصية للمنتفع، هذا هو قانون البصرة حاليا. تعليق من علي يقول: استغلال الأراضي الحكومية بحجة الاستثمار، تلاحظ حتى جراج المدينة وجراج أم البروم تحول إلى محلات تجارية. كاظم يقول: أمس بصدد هذا الموضوع، والله كارثة، يعني محطة تندفن بسبب بنايات. مشتبى يقول: هذا أبسط مثال على فساد المسؤولين بهذه الدائرة، ويجب إنزال أشد العقوبات بمن سمح لهؤلاء تجار الحواسم. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة أنت ترى. لدينا ضمن هذه الفقرات في حلقتنا لهذا اليوم، هناك مناشدة إلى قناة الرافدين الفضائية من قبل أهالي القرى والفلاحين على مشروع الشعيوطية في قضاء الفجر بمحافظة ذيقار، الذين يعانون من الجفاف منذ أكثر من سنة. دعونا نستمع لمناشدتهم. أكثر ساعة صور ما بصور عن ثاني. طيب ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج لدينا. لاجئون بلا مصير، لاجئون عراقيون في الدول المستضيفة لهم يطلقون مناشدة إلى الأمم المتحدة ودول الاستيطان من أجل النظر بملفاتهم المنسية
والمتروكة والمهملة في ظل ظروف قاسية يمرون فيها منذ سنوات عديدة بعد أن غادروا العراق بسبب تردي الواقع الأمني في العراق وانتشار سلطة الميليشيات والسلاح. لدينا بعض التغريدات التي جئنا بها لحضراتكم. هاشم يقول: أنا لاجئ عراقي، لجأت إلى تركيا منذ سنة 2016 وإلى هذا الوقت لم ينظر بقضيتي، إلى متى أنتظر؟ فأنا أعاني من سوء الأحوال، تعرضت لتهشم فقرات العمود الفقري والآن خضعت لعملية جراحية لكن لم تتحسن حالتي ولا أستطيع العمل، لدي ابنة واحدة وحالتي يرثى لها، أرجو النظر في قضيتي. أحمد يقول: إلى متى واللاجئون العراقيون يعانون من الإهمال لأكثر من 8 سنوات من قبل الأمم المتحدة ودول التوطين؟ بس إجابة سريعة، السويد في تقرير لوزارة الداخلية السويدية أعتقد في عام 2016 وصفت العراق بأنه دولة آمنة، ولكم أن تتخيلوا. تغريدة من ستار يقول: كلاجئ عراقي هناك 1000 قضية تسجل باسمك وفي الأغلب عليك، وثروات طائلة تمنح لقتلك، لتهجيرك، لمحوك وإنهائك، وحشود من كل بقاع العالم تقف ضدك، القريب والبعيد، الوطن والمنفى تقف بصمت ويشاهد يأسك وحزنك وتهجيرك. تغريدة أخيرة لدينا من أحمد يقول: لاجئون بلا مصير، مناشدة إلى كل المنظمات المعنية باللجوء وحقوق الإنسان ورعاية الطفولة، أرجوكم، أطفالنا تستنجد بكم، نحن بلا مستقبل، ملفاتنا منذ سنوات مقفلة ومهمشة. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.